طيب الخبر اللي جاي معانا بيتكلم عن الفئة دي اللي هي أعتقد في 5 سنين اللي فاتوا نالت عديد من الرعاية والاهتمام من القيادة السياسية. أنا بتكلم هنا عن ذوي الهمم. النادي الأهلي دايما بابه مفتوح زي ما احنا عارفين الأنشطة الاجتماعية واللي بتدعم ذوي الهمم. في تقرير معانا هنشوفه عن هذه الرعاية وما يقدمه يعني النادي الأهلي من معارض ومنتجات هنا تحديدا لجمعية النور والأمل اللي أقيم بمقر النادي. أنا بس عايزة أقول لحضراتكم بعض المعلومات السريعة عن ذوي الهمم. احنا بنتكلم عن 13 مليون شخص من ذوي الهمم في مصر. الدولة حقيقي مؤخرا كان في اهتمام ورعاية كبيرة جدا بهذه الفئة. بنتكلم عن إصدار كمان قانون اللي هو كان رقم 10 لسنة 2018 اللي أعطى امتيازات كتيرة للفئة دي اللي إلى حد ما في السنوات اللي فاتت كانت مهمشة شوية. بنتكلم كمان عن بطاقة هنا الخدمات المتكاملة لو حضراتكم متذكرينها اللي كانت بتخدم هذه الفئة برضو بشكل كبير وبتساعدهم على المعيشة وغيره. ففئة يعني زي ما نقول كده وسطنا وهي بتكملنا، ولكن دلوقتي أصبحت إلى حد كبير برضو بتعيش حياة كريمة. كمان فكرة 2018 لما كان الرئيس خصص عام ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم برضو دي كانت إشارة جيدة جدا لنشر الوعي في المجتمعات المختلفة. خلينا نروح نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. احنا بنحب نيجي النادي الاهلي لان احنا بيبقى فيه القوه الشرائيه برضو كويسه، وبنحب بنعرض المنتجات بتاعتنا كقسم تريكو. البنات هم اللي بينتجوا المنتجات اللي حضرتك شفتها دلوقتي، وعندنا قسم للقش وقسم للسجاد وقسم للخياطه. فبناخد المنتجات بتاعتنا اللي احنا بننتجها في الجمعيه وبنيجي هنا النادي على اساس نبيعها. فطبعا احنا لما بنبيع بيبقى الدخل بيجي للبنات، لان احنا عندنا بنات مقيمين في الجمعيه بيبقى اكل وشرب واقامه وعلاج. فالفلوس اللي احنا بنبيع بيها بتتصرف على البنات. جمعيه النور والامل دي بتخدم البنات الكفيفات، ودي بقى لها يعني حوالي يمكن اكتر من 30 سنه ولها مجهود كبير قوي في الرعايه وكده. وبعدين مش بس في عندنا بيت لضيافه المسنات، عندنا في مركز ثقافي للبرايل والحاجات دي، وعندنا دخلي وحضانه للاطفال الكفيفات وكده، ميكس يعني مش بيبقى بنات بس. وبعدين المبنى الرئيسي بقى بتاعنا اللي هو بيضم 4 اقسام الجمعيه بتشرف عليهم، هي قسم السجاد والتريكو والخياطه والبامبو والقش. انا بحب جدا 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 فكره الجمعيات اللي هي بتشجع الفتيات دول او بتشجعهم ان هم يعملوا ما يبقاش فيه تقصير، يحس انهم فعلا يعني عامل مهم جدا في المكان في اي مكان. فبتخيلي انت بقى لما تكوني بتعملي حاجه اوكي وتلاقي في اقبال جامد كبير عليها، اوكي يعني الموضوع ده هيشجعك وهينسيكي اللي انت مثلا يعني حاجه مقصره عندك فيها. فانا بصراحه بشجع الحاجه زي كده جدا، لان واحنا المفروض الدور علينا احنا بقى احنا كمجتمع ان احنا نشجعهم نشتري الحاجات ديت وننشرها اوكي باي شكل كان. وانا عن نفسي بقى بالنسبه للمعرض الموجود حاليا دلوقتي، لا طبعا حاجه حلوه جدا ومنتجات، وانا حتى لمستها حتى حبيت اقول لك لازم اشوفها الاول قبل ما اقول، انا ما بحب اقول الحاجه فعلا بامانه. فلا بصراحه يعني ربنا يوفقهم ويكرمهم كده ان شاء الله وينالوا تشجيع مننا كلنا باذن الله. وانا ان شاء الله ناويه برضك اشتري حاجه عشان اشجع ان شاء الله. عندنا في قسم التريكو المكان قاعد عليه البنات بتوجيه طبعا من المشرفات المبصرات، طبعا هم بيقعدوا على المكان وفي مكان كمبيوتر ده لازم يكون عليه الناس المبصرين المشرفات المبصرين، هما بينزلوا الشغل واحنا طبعا بالمقاسات بنقص ونعمل التصميم بتاع الموديل وبننزل لحضرتك شايفاه المنتجات بتاعتنا ديت. بخلاف ان احنا عندنا قسم القش برضو البامبو وعندنا قسم السجاد والكليم، كل ده بشغل البنات الكفيفات. هما البنات بياخدوا الخيوط يتحط على المكن، طبعا بيظبطوا المكن هما فاهمين ازاي بيظبطوه، بينزل القماشه واحنا بناخدها نصمم الموديل ونقصها وتخش قسم التجهيز بتتخيط وتتشطب وتخرج بقى المنتجات اللي حضراتكم شايفينها. فكره ممتازه جدا طبعا وتشجيع ليهم، وبالذات ان هي الكواليتي بتاعها في منتهى الجمال،
واسعارها بتبقى كويسه جدا. وبعدين ميزتهم ان هم بيعملوا الحاجات اللي احنا بنستعملها وبنحتاجها فعلا. يعني لو انت محتاجه حاجه بدل ما بتلفي بره بتلاقيها بكواليتي حلو وبسعر معقول، وبتلاقي الحاجه يعني ممكن تكون انت مش فاكره حاجه وتلاقيها محتاجاها فعلا. فهي لا فكره. وبعدين الميزه ان زي ما انت بتقولي العائد بتاعها راجع ليهم، فدي يعني تشجيع ليهم اساسا، وغير ان هو دخل اساسا بيساعدهم.